تمضي الكرون وتنقضي دول ودنيانا تدور، ويطول ليل الظلم فيما العدل يأخذ في الضمور، فيظن من يرتاب أن الحق ليس له ظهور، وبأن وعد الله لا يكفيه دهر بل دهور. إلا الذين بربهم قد أيقنوا حق اليقين، إن البشارة سوف تشرق إن غدا أو بعد حين. إيمانهم كالصخر صلب لا يهين ولا يلين، إن الظهور مؤكد لسليل خير المرسلين. يترقبون بلهفة يوما لهم فيه الحياة، يوم سيظهر فيه خاتم أوصيا سفن النجاة. من سوف يملأ عدله الدنيا كما وعد الإله، من بعد صبر طال حتى كاد يبلغ منتهاه.